شهر رمضان في محافظة أربيل يختلف عن غيره من المحافظات العراقية، إذ تجتمع كافة المكونات العراقية لتستمتع بالتقاليد القديمة التي تعرف عليها الناس منذ عشرات السنين، فضلاً عن الأمن والاستقرار الذي يسمح للناس بقضاء الأمسيات الرمضانية حتى وقت متأخر من الليل. حقيقة أجواء رمضان حلوة وجميلة طقوسها بأربيل. المجتمع الشرقي يتميز أنه تقاليده حلوة برمضان، الألفة والمحبة ما بين العوائل، تزاور، عملية التسوق، الالتقاء بالمولات، يعني فالشغلة حلوة، يعني أجواء حلوة وطقوس رمضانية حلوة. ومع انتهاء صلاة التراويح تبدأ الحدائق والمتنزهات ومراكز التسوق والمقاهي تكتظ بروادها، فضلا عن ممارسة ألعاب شعبية خاصة من أبرزها لعبة الصينية والمحابس. وعادة ما تجري هذه الألعاب بين مجموعة فرق شعبية من أحياء المدينة لتتنافس على جوائز توزع نهاية الشهر. يعني أجواء حلوة، ناس ورا إفطار يطلعون يجون للقلعة، أكو ألعاب شعبية يلعبوها، وأكو ناس يطلعون المولات. أربيل ممتازة، جو أمان، قانون يشتغل هنا صح، يعني ممتازة، البضاعة رخيصة تصير برمضان. وتعد مدينة أربيل من المدن المميزة في شهر رمضان بأجوائها الخاصة التي تختلف عن بقية مدن العراق، حيث تمضي ليالي رمضان على وتيرتها المعتادة كل يوم.